اهلا وسهلا فيكم، ننقل لكم اجواء القرقعه في المنطقه الشرقيه. القرقعان في القطيف أشبه ما يكون بمهرجان كبير، كل البيوت مفتوحة للأطفال والقرقعان جاهز داخل البيت، الممرات، الحواري، الشوارع كلها توزيعات قرقعان، الأنوار مضيئة مثل ما أنتم تشوفون، يعني مهرجان وفرحة كبيرة. بس عطر الصلاة تعلمنا بالباقي مضيع ما ينطف على الدوم أفضل الصلاة. I'm gonna make you mine.
فرجناكم على أجواء القرقعان في الشرقية في القطيف وفي سهاد. انتهت الجولة، في أمان الله.